كم عدد نقاط الحروف في النص بالصورة؟ جوزيف 11. إجابة خاطئة. 14. إجابة خاطئة. ارجعوا شوفوا النص تاني، دول كام؟ 16. بالظبط كده. شفتوا بقى ان السؤال سهل، سؤال سهل فوش حاجة صعبة، عايز تركيز بس. الإجابة الصحيحة 16. انتوا الاتنين المدرستين خسروا 10 نقط مهمين جدا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة.